يبقى عنده روح. انا عجبني جدا طبعا، عجبني جدا داري ده الراجل. انا بس في نقطه جده كان بيتكلم فيها ودي نقطه مهمه جدا، ان الاثنين اللي انت كنت يعني عامل حساب ان هم تطلع عليهم زي احمد عبد القادر وحسين الشحات، المس باص غير طبيعي. وانت اتكلمت في نقطه 52 مس باص كتير جدا في ماتش فاينل، كتير جدا. فده يخليك طبعا تفقد الكوره وتفقد يعني انا الموضوع بتاع الاستحواذ عندنا 63% والناحيه عشان هم سايبين لك وعشان جابوا جون بدري، جابوا جون بدري، جون بدري ساب لك الدقيقه 50-2-0 فخلاص يعمل انت عايز. النادي الاهلي ما عملش حاجه يعني. النهارده شفت النهارده يعني الجول بتاع الوداد الشوط الاول كله ما جاتلوش كوره ميدو يعني، حتى نسيت شكله. يمكن الشوط الثاني النادي الاهلي بدا بعد خلاص النتيجه 2-0 واخر 10 دقائق بدا النادي الاهلي يروح فكان اداء هي غريب جدا. اخطر حاجه للنادي الاهلي اللي في الشوط الاول بتاعت محمد شريف في الشوط الثاني اللي هو الكره الاول الكره الثابته، الكره الثابته بتاعت ياسر ابراهيم اللي بيلعبها معلول، معلول بتاعت ياسر ابراهيم اللي حطها جنب العارضه ياسر ابراهيم، وبعديها واحده من طاهر بالظبط بتاعت ياسر سهله. لا لا سهله لوحده، ده لوحده لا، وهو بيجيب اصعب منها يعني. هو جاب اجوان قطع على القريبه لازم تدخل. وبرده الاهلي حظه وحش النهارده، محمد عبد المنعم ما كانش موجود. محمد عبد المنعم في الفتره كان اساسي بشكل كويس جدا في النادي الاهلي، وكان بيغطي كويس على محمد هاني، كان بيغطي كويس على محمد هاني، وكان بيطلع بالكره بشكل كويس، وكان عنده ثقه. فاعتقد النادي الاهلي افتقده النهارده برده، ان انت لعبت ياسر ابراهيم في حته ثانيه، دخلته ناحيه اليمين ما عرفش يلعبها كويس. هو دايما بس على فكره ياسر كان كويس والله. ايوه انا يعني انا بقول لك حتى في الباص بتاع الجون ياميدو الاولاني ده برده ما ينفعش تلعب باص في عمق الملعب كده والفرقه ضغط عليك، لازم تلعب طويل واللعيبه تطلع بعد كده، ان انت الوداد ضغط عليك ما ينفعش تلعب كره وتديهم كده بسهوله. طب عايزين نجيب الشيب بتاع الوداد يا جماعه. انا بس ميدو معلش قبل النقطه دي، انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا جدا جدا، وهي ان المكسب سواء مكسب مباريات او مكسب بطولات بيداري سلبيات كتير. طبعا دي 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 لازم في الكوره نبقى عارفينها. بس ممكن يداري سلبيات ما ينفعش على الجهاز الفني، ما ينفعش على التيم، ممكن يداري سلبيات للجمهور. الجمهور بيبقى فرحان ومبسوط بالمكسب وخلاص، انما انت لازم تشتغل على السلبيات، او كنت تبقى عارف السلبيات اللي عندك، وتبقى عارف الاماكن او المراكز اللي فيها مشكله. انت كل فتره بيطلع عندك مشكله في الباك رايت، حلتها شويه بموضوع اكرم توفيق. اكرم مش باك حللك يعني، انما هو مش باك. بقول لك حاجه والله العظيم يا شيتوس، ان النادي الاهلي فقد اكرم توفيق في نص الملعب. طبعا يعني انا بقول لك، ورجي الراجل ده لعب معاه في الجون، هو في نص الملعب معاه منتخب اولمبي. اه صح، منتخب اولمبي. صح صح صح, صح, صح ده مش طبيعي في نص الملعب. يعني انت النهارده اكرم توفيق طبعا وبيلعب كوره، احنا كنا بنلعب لوحده احنا كنا بنلعب بمدافعين ومهاجمين واكرم لوحده. صحيح. فلا اكرم في نص الملعب زي ما انت قلت. عايزين يعني برضو وليد الركراكي على فكره، وكان لعيب كويس قوي كان يعني كان باك رايت محترم يعني، وكان ولعب طبعا في اسبانيا فتره طويله وفي فرنسا. هو كان ذكي جدا يا شيتوس، ان هو منع النادي الاهلي ان هو يلاقي ديانجو وحمدي بسهوله. ده طبعا لما كان واخد قرار يعني في بدايه المباراه ان هو عشان كده ميدو كنت بتكلم ان عبد القادر وحسين الشحات هم لازم يجوا في ظهر الاربعه اللعيبه بتوع الوداد ويستلموا الكوره. هو ده اللي خلى النادي الاهلي مش قادر يطلع بالكوره النهارده، بسبب ان انت بيضغط على ديانج وحمدي زي ما انت شايف كده. فما كانش فيه، كان لازم حمدي هنا، كان لازم حسين الشحات واحمد عبد القادر ينزلوا كده جنب الحكم عشان يستلموا الكوره. لا زحمه زحمه او كره طويله يا شيتوس، ان انت تنقل الكوره. اقول لك بصراحه كان لازم يحصل ايه، كان لازم في بدايه الهجمه حمدي فتحي يسقط في وسط السنتر باكين. صح، كان هيديك وياسر وايمن يفتحوا الملعب. لان هو هنا بص عمل ايه يا شيتوس، هو خلى كمان الاثنين الاجنحه بتوعه 50-50 واسطانين ما بينهم، فخلى واول لما الكره تلعب لعلي معلول هو ده البريسنج تريجر بتاعه، بيروح طالع بيروح ضاغط. عارف بقى يا شيتوس، لو حمدي فتحي سقط في بدايه في وسطهم وياسر وايمن فتحوا خالص يعني جنب الخط بخمسة ياردة واتنزقوا، كنت هيبقى عندك، كانش هيعرف يعمل حاجه. صح، كان هيبقى عندك افضليه. لكن للاسف موسيماني فضل يتفرج، وكان علي معلول يطلع لقدام طبعا يطلع وينزل هنا حسين الشحات وعبد القادر يستلموا جنب ديانج قدام، فكان ممكن حل طبعا. لكن انا شايف ان هو راجل اتعامل كويس مع النادي الاهلي، ميدو عارف مزاج النادي الاهلي كويس، عارف لعب على قد امكانياته كمان. ايوه عارف النادي الاهلي دايما لما انت بتضغط عليه وبتقفل مساحات قدامه ما بيقدرش يعدي بسهوله. فاعتقد ان هو تفوق على موسيماني النهارده، ولاعيبه النادي الاهلي كمان ما كانتش في حالتها النهارده. صحيح. يعني هو ده اللي كان مضايقني، ان انت خسرت النهارده ميدو من غير ما تلعب، من غير ما توري شخصيتك. لا انت ما تستحقش بالظبط، انت عايز حاجه تستحق عليها انك تكسب. ما هو ده اللي اتضايق يعني. انت مثلا ليفربول خسر ميدو مع قدام ريال بس مدريد، بس الناس كلها بس نجم المباراه كان كورتوا. يعني صح. انت النهارده ما فيش فرصه حقيقيه على الجون تقدر تقول النادي الاهلي ادى او النادي الاهلي حاول. هو ده اللي ضايقنا، لكن خساره موجوده، ممكن تخسر وتكسب. عايز اقول لك على